السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور جمعة مباركة. الله يبارك فيك مولاي. شكرا على هذا البرنامج ديال القيم. العفو مولاي. أنا الله يبارك فيك واحد راجل مسن تعدى 80 سنة وتنصلي جالس. تنصوت من تنخسر رجليا كيبردوا لي صبعاني تنمشي عند الطبيب يعطيني الدوز تنصحني ما نلقاش شمامة. بديت البراز تنقيش معاود الماء وانت مرضو دابا شنو نعمل الله يرضي عليك. لا إله إلا سيدي محمد الله يشافيك مولاي الله يطول عمرك ويشافيك. واخا سيدي محمد نجاوبك بإذن الله. لا إله إلا الله. سيدي محمد زادك الله حرصا على الصلاة وزادك الله حرصا في الإيمان وهنيئا لك 80 سنة الحمد لله. من علامات رضا الله على المؤمن أنه يطيل عمره. الله تعالى على قدر ما كيكون عمر الإنسان طويل على قدر ما كيكون عنده الأجر والثواب العظيم وعلى قدر ما يرتقي في الدرجات. إلا سيدنا رسول الله من اللي كمل المهمة دياله والرسالة دياله وكان مازال باقي صحيح. قال لي ربي عز وجل دابا الآن كملت المهمة ديالك وقبض روحه لما نزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. علم بأنه كأن الله يقول له يا محمد اكتمل الدين واكتملت الشريعة ما بقى لك ولا مدة في الدنيا كفى سنة المهمة ديالك ميسيون كومبلي صافي انتهى. فكان أن الله تعالى قبض روحه وعمره 63 سنة. أما الناس اللي بحالنا احنا يا بسطاء فكلما مد الله لنا في العمر هو خير لأنك تزيد في الصلاة والركوع والسجود والدعاء والصدقات وصلة الرحم كل خير. سيدي محمد انت مسن 80 سنة إلى صليتي وقف غتعب. الإسلام فيه واحد المبدأ عظيم يمتاز عن بقية الأديان. إلى قرينا اليهودية أو النصرانية كنلقوا فيها الأخذ بالأشق بالأشق خصوصا اليهودية. الإسلام فيه ما جعل عليكم في الدين من حرج. من خاصية الدين الإسلامي اليسر ورفع الحرج. فرجل مثلك كان مريض جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني مريض ببواسير لا أستطيع أن أصلي قائما. فجاوب جواب عام له وللأمة من بعده. قال لي صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب على قدر الاستطاعة. اتقوا الله ما استطعتم. صلي واقف هو الأفضل. إلا كنتي متعب دير كرسي وصلي جالس. إلا كنتي متعب أكثر طريح الفراش صلي غير بعينك. بعينك جائز بإذن الله وصلتك كاملة 100% لأن هذيك القدرة ديالك. أيضا في الوضوء إلا كان الإنسان عنده واحد المرض معدي مرض جلدي كيتأذى وكيلحق به الأذى فهنا ربنا عز وجل قال لنا اللي ما استطاعش يستعمل الماء يتيمم. قال لنا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. بعد قال في آية أخرى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإن لم تجدوا ماء لإيجاد الماء قالوا العلماء إما هو غير موجود أصلا في صحراء قاحلة ما في ماء وإما الماء موجود لكن لا تستطيع استعماله إما لأن البرد قارس وإما لأن عندك جرح إذا ما استعملت الماء فسوف يندمل ذلك الجرح أو يصبح ذلك الجلد فيه مرض زائد. هنا قال لك العلماء نفي الاستطاعة. ماذا نفعل؟ نتيمم. فسيدي محمد أنت مطالب الوضعية ديالك جائز لك أن تصلي جالسا أو قاعدا أو راقدا ولك أن تتيمم وهذا شرع الله. وإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. شفاك الله وعافاك سيدي محمد. والحمد لله والشكر لله على شريعة الإسلام التي فيها اليسر وعدم التكليف الزائد لأن باقي الشرائع الأخرى
كتلقى فيها الأحكام بالأشق. فمثلا غير في اليهودية إلى لو أن الإنسان مس توبه نجاسة المفروض أنه يقطع ذلك التوب. إحنا يكفي أن نقوم بغسله وفركه وتنظيفه ويبقى طاهرا. حتى التوبة كانت عند اليهود عندهم فاقتلوا أنفسكم فتاب عليكم، لكن نحن فقط بالندم والخوف والرجاء، وربنا عز وجل هو الكريم المتعال. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.